السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ محاضرة دلوقتي هنتكلم على المكثفات. المكثفات طبعا موجودة في عالم مجال الإلكترونيات، هي عنصر من العناصر المهمة جدا. المكثفات في منها أنواع كتير جدا، بس من أشهر الأنواع اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العملية الخاصة بالبرد الإلكترونية المكثف الكيميائي والسيراميكي. خلينا نتكلم الأول على المكثف الكيميائي. المكثف الكيميائي هو من اسمه كده مشهور جدا، مكثف ليه قطبية يعمل على تنعيم التيار المستمر. المكثف الكيميائي يعمل على تنعيم التيار الدي سي المستمر. طيب المكثف الكيميائي ده وحدة قياسه هي الفرات، رمزه على الدائرة حرف السي، مظهر أعطاله ال اس او، طبعا دي الرسمة الهندسية بتاعته. وحدات القياس المكثفات زي المقاومات ليها 3 وحدات، المكثفات ليها 4، ليها حاجة اسمها بيكو، حاجة اسمها نانو، حاجة اسمها مايكرو هي أشهر واحدة فيهم، وحاجة اسمها ملي. لما بعد 1000 بيكو بتبقى بواحد نانو، لما بعد 1000 نانو بتبقى بواحد مايكرو، لما بعد 1000 مايكرو يبقى 1 ملي. طبعا المكثف أنا شرحه في دوائر الباور بشكل أدق، احنا هنبدأ نقيس. هو طبعا المكثف ده مكتوب عليه 400 فولت، 4.7 مايكرو. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنقيس السعة بتاعته، السعة الداخلية. السعة هي المسافة بين الأقطاب، الدي سي الموجب والسالب بيدخل هنا بيحصل له عملية شحن وتفريغ وتنعيم، بيشيل أي نويز أي تردد غير مرغوب فيه جوه ال المكثف. وحدة قياسك طبعا مش كل الافوميترات بيكون فيها وحدات قياس لحد رينج عالي. الافو ده الرينج بتاعه لحد 100 ملي، علامة الام الصغيرة دي هي الملي. هنبدأ نقيس هو هنا كام مايكرو، 4.7 مايكرو. شارج ادانا 4.7، 4.5 سليم. ملحوظة مهمة جدا، المكثفات الكيميائية لما تكون الساعة بتاعتها مظبوطة، يعني هي هنا 4.7 واحنا قسناها لقيناها 4.5، مش شرط ان المكثف ده يكون سليم، لان المكثف الكيميائي خبيث شوية، جواه مادة كيميائية. المادة الكيميائية دي ممكن تكون نشفت. فطبعا عشان تقيس مكثف بشكل ادق في حاجه اسمها ال سي ميتر، افوميتر تاني بيقيس المقاومه الداخليه بتاعه المكثفات. بس طبعا انا يعني ما بستخدموش خالص، لان المكثف لو في مشكله بغيره وخلاص، لان مظاهر اعطال المكثفات دايما بتبقى في الباور سبلاي. بس هل قياس الساعه بيجيب نتيجه؟ اه طبعا بيجيب نتيجه. مظاهر اعطال المكثفات الليكج الشورت الاوبن، طبعا السعه ممكن تعلى جامد يا اما تقل يا اما المكثف يعمل شورت. ده بالنسبه للمكثف الكيميائي. المكثف السيراميكي بقى في منه انواع كتيره، بس هناخد نوعين اتنين هيلموا بالموضوع كله. بيبقى معانا نوع هنا بيبقى مكتوب عليه مكتوب عليه 103 2 كيلو فولت. طيب 103 يعني ايه و2 كيلو فولت يعني ايه؟ يعني المكثف ده بيستحمل 2000 فولت، يعني ال 1000 فولت فيها 1 كيلو فولت. و103 دي لو احنا حسبناها وكتبنا هنا 103 وبدأنا نحولها ان تالت رقم زي المقاومات كده، تالت رقم بنحط صفار هيبقى 3 صفار، هتبقى المفروض 10000 بيكو. لما نحولها للنانو هتبقى 10 نانو، لان احنا قلنا فوق ال 1000 بيكو بواحد نانو، هنا 10000 بيكو يعني 10
10 نانو. لما نجيب الافو الافوميتر ونبدأ نقيس، لازم تدينا القياس اللي احنا حسبناه، تدينا 10 نانو. فعلا اديتنا 9 نانو، فهي سليمة. المكثف السيراميكي الميزة فيه بقى ان هو لو الساعة بتاعته فيها مشكلة بتبان، يعني هو اوضح بكتير من المكثف الكيميائي في اعطاله. بيعمل طبعا على تنعيم التيار المتغير، وكمان بيستخدموه في تنعيم التيار المستمر لان هو ملهوش قطبية، فلما تدخل عليه دي سي مش هيحصل مشكلة، لما تدخل عليه اي سي برضو مش هيحصل مشكلة. المكثف الكيميائي مختلف شوية عشان ليه قطبية، السالب بتاعه الشرطة دي والموجب بتاعه الكيرف الكبير ده بيعمل مشكلة لو دخلت عليه تيار متغير، لان هو ليه قطبية فهيضرب منك المكثف. طيب في حسابات تانية هنا مكتوب، نركز كده واحدة واحدة. 0.022 مايكروفراد، 257 فولت اي سي. هو بيستحمل 275 فولت اي سي. طيب الحسابات هنا كالتالي، هنا الموضوع معانا ايه؟ علامة عشرية 0.022 مايكرو فراد. لو هنضرب ده في 1000، لو انت جبت الآلة الحاسبة وضربت ده في 1000 هيديك 22 نانو. لو انت جبت مكثف بالشكل ده وحسبه لك مايكرو، يعني 22 من 1000 مايكرو، لو ضربته في 1000 هيديك 22 نانو. لو هنيجي نقيس، لو ضربته في 1000 هيديك القيمة الأقل عشان تعرف تقيس كده ادالك كام، 21 نانو، فهو سليم. ده بالنسبة للمكثفات، سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة. المكثف الكيميائي هو أكتر حاجة بتعطل في الدوائر، هو مشهور جدا. ساعات بتلاقيه منفخ وساعات بتلاقيه في مشكلة من جوه، إن هو مرشح من تحت الرجول. وبإذن الله يعني أنا أول ما بيجيلي وببقى شاكك إن في مشكلة، طبعا دي هنلاقيها في دوائر الباور، لما بلاقي في مشكلة في المكثف بقوم شايله. طب حتى لو هو ملهوش مظهر عطل، يعني هو سليم وشكله سليم، هقول لك امتى بالظبط تعرف اذا كان هو بايظ ولا لا، لان هو بيأدي وظيفة، فالوظيفة دي اكيد هي بيحصل فيها خلل. فبالتالي دايما وانا في الصيانة بقسمها كده، لما اكون داخل مثلا على دايرة باور بقسمها يا اما اعطال مقاومات، يا اما اعطال مكثفات، يا اما اعطال اي سي باور، يا اما اعطال ترانسفورمر، يا اما اعطال فيوز. فهو مظهر العطل هو اللي بيحتم عليك ان انت تروح لانهي، تشيك انهي مكونات. يعني لو الجهاز قاطع باور خالص بتتشيك طبعا الاي سي الباور، ده اول حاجه، وبعد كده بتبدا تتسلسل في المكونات بحيث ان انت ممكن تلاقي فيوز، ممكن تلاقي اي حاجه. الحاجات دي طبعا انا شارحها بالتفصيل في الباور سبلاي. طيب معانا حاجة تانية ومهمة جدا، وهي المقاومات السطحية. المقاومات السطحية طبعا مختلفة شوية عن المقاومات العادية. المقاومات السطحية بيبقى هو كاتب لك، طبعا برضو انا هبعت الابليكيشن اللي فيه المقاومات بحيث ان انتوا تقدروا تحسبوا حسابات المقاومات بشكل كويس. طبعا الابلكيشن ده بيسهل عليك ان انت بتكتب الرقم بيديك الاوم على طول. خلينا احنا نحسب حتى كده، ندي عينة. طبعا رمز المقاومة السطحية برضو حرف الار، حرف الار اهو، دي مقاومة سطحية طبعا بتتلحم بالهوت اير، او انا ساعات بستخدم الكاوية. وحدة القياس بتاعها هي الاوم، لما بتبوظ بتبقى اوبن. طيب هنبدأ نقيس، هنجيب الافوميتر بتاعي على الأوم. وهبدأ أقيس هنا 470، المفروض إن المقاومة دي تديك 47 أوم، لأن تالت رقم ده صفر إحنا ما بنحسبهوش، فبنكتب 47 أوم. طبعا أنا مش هقولك احفظ الجدول، الأبليكيشن ده اللي هتلاقيه ده عندك، ده أفضل حاجة تستخدمها. طيب جميل، هنروح للمقاومات التانية نحسب حاجة تانية. هنحسب مثلا دي مكتوب عليها 102، 102، 102، واللي جنبها دي
مكتوب عليها 2 2 1، يعني دي 2 2 والرقم ده بواحد نحطه بصفر يبقى 220 اوم، ودي 1 0 2 يعني 1 0 هنحط صفرين عشان الرقم التالت طلع بصفرين يبقى 1 كيلو. طب يبقى 220 اوم وواحد كيلو. هنبدأ نقيس. ميتين وعشرين أوم، هنعلي الرينج هنا شوية، 6 كيلو. جميل، اديتنا 1 كيلو. طبعا المقاومات لما بتبوظ اللي بيحصل فيها بتتلف، بتحصل فيها بيوصل المقاومة معاك لأن هي تبقى أوبن أوبن فتحة، لكن المقاومة عمرها ما بتعمل شورت أو قيمتها بتقل، العطل بتاعها بتبقى أوبن أو على وحدة القياس. طبعا وحدة قياس الأوم احنا قلنا هنا برضو عشان نراجع، قلنا هنا الألف أوم بواحد كيلو، الألف كيلو أوم بواحد ميجا. طبعا هنا وظيفتها هي الإعاقة، هي بتعوق التيار وكمان بتنقل إشارة، يعني ممكن نكتب هنا ناقلة للإشارة، بس طبعا هي ناقلة للإشارة وبتعمل إعاقة في نفس الوقت. وممكن المقاومة برضو تشتغل حماية، المقاومات اللي هي الفيوزية الصغيرة اللي هي زي 47 اوم بتعمل عملية حماية للدايرة، ما بتعملش اعاقة بشكل كبير، بس كل ما الاوم يعلى طبعا الاعاقة بتزيد. الترياك، الترياك طبعا عنصر مهم جدا في برد الغسالات وبرد حتى التكييف وبرد التلاجات، يمكن هو شغال في برد الغسالات بشكل كبير جدا. الترياك مشكلة كبيرة جدا الفنيين بيتلخبطوا فيه. بص يا شباب، خلينا نتفق على اتفاق. أنا هنا لما باجي أدي كورس لايف، يعني الطلبة بتجيلي هنا، أنا الكورس عندي بقى فرد واحد دلوقتي، لما حد بيجيلي هنا إيه اللي بيحصل معاه؟ بشغله بحث إلكتروني، بحث إلكتروني عشان أفهمه وأقول له إن المكونات الإلكترونية اللي شبه بعض مش نفس الوظيفة، لكل مكون إلكتروني ليه داتا شيت. الداتا شيت دي انت بتجيبها، ممكن تجيبها مره واثنين، التالته تثبت في دماغك فتحفظ ان رقم مثلا اي سي اس 1086 ده ترياك. اول ما تشوفه كده في اي حته، مش شرط تحفظ البورده اللي موجود فيها الترياك ده، ممكن تجيبه من اي حته، من اي حته، اي سي اس 1086، اي سي اس 1026، بي سي ار 12، بي سي بي تي بي اي بي تي بي 16، بي تي اي 12، كل المصطلحات دي انت هتحفظها، يعني من كتر التكرار هتحفظها. طب لو انت لسه مبتدئ ونسيت، او حتى انت بروفيشنال ونسيت، بتروح للداتا شيت بتكتب فيها رقم الترياك. تعال نشوف الترياك ده، هنشوف هنا معانا الترياك، هنعمل فوكس كده، هنعمل فوكس، نعمل فوكس، فوكس، هنعمل فوكس كده، هنظبط ده شوية. اي سي اس 1086 واضح اهو، اي سي اس 1086، اي سي اس 1086. عرفنا كده ان الترياك الاي سي اس 1086. طبعا لو معاك ترياك بره الموضوع هيبقى صعب عليك شوية ان انت تعرف الجيت والتي 1 والتي 2، بس احنا دلوقتي هنقيس. احنا طبعا انا شارح الحاجات دي في دوائر التنفيذ كتير، فانا بس عايز اعرفك ازاي تقيس اي ترياك. بص، ايا كان الترياك ده ما تتلخبطش، وخدها مني قاعده، البي سي البي سي البي سي البي تي اي والبي تي اي البي تي اي والبي تي بي، الاثنين دول بيقيسوا ممانعه ضعيفه جدا. طيب خلينا نقيس بقى الاي سي اس 1086 بنفس الطريقة اللي أنا بقيس بيها أي ترياك عندي عشان ما نلخبطش الدنيا، والموضوع سهل جدا. أول حاجة أنا حافظ الترياك ده، هنا تي تو، هنا تي ون، هنا الجيت. يعني إيه وظيفة الترياك؟ وظيفة الترياك هو مفتاح يعمل على التحكم في التيار المتغير، هو سويتش لاين اي سي. يعني إيه؟ يعني هو متحكم في كميات الكهرباء من قطب الى قطب، اللي هو ده. طبعا تي 1 هو دايما بيبقى داخل الكهرباء،
T2 دايما بيبقى خارج الكهرباء، الجيت هو الإشارة. يعني كده لو انت رجعت لأول أول فيديو خالص هتلاقي إن الترياك هو يعتبر من دوائر التنفيذ. طيب جميل، هنيجي هنا الترياك هو عبارة عن 2 ثيرستور داخلي، عبارة عن T2 T1 جيت. الثيرستور طبعا هو من أشباه الموصلات، هو شبه الدايود كده بالظبط، بس نازل من شريحة الكاثود شريحة جيت، وهنا الكاثود كي وهنا الاي. الثيرستور هو سويتش لاين اي سي بيوصل التيار من الاي للكي عن طريق نبضة هنا. طيب يعني لو انا عندي لمبة وعايز اتحكم في الكهرباء بتاعتها، بحط الثيرستور ده في طرف واحد من اطراف الكهرباء كأنه مفتاح كهرباء بالظبط، بس طبعا هو متحكم في المايكرو بروسيسور هي بتتحكم فيه. الترياك عبارة عن 2 ثيرستور، الدخل من التي 1 والخارج من تي 2، وساعات كمان بيسموه A1 و A2، وساعات كمان بيسموه الكومن والاوت. الثلاث اسماء دول معروفين جدا. الاي سي اس 1086 والاي سي اس 1026 اللي مشهورين جدا دايما، الداتا شيت بتاعتهم من جوه بيبقى A1 او T1 بيسموه هو كومن، والT2 والA2 بيسموه اوت، والجيت طبعا هي ثابته ما فيهاش مصطلح مختلف. انا بقيسه ازاي؟ بحط دايما الطرف الاسود هنا والطرف الاحمر هنا، بيدينا تشبع، لو عكسنا يدينا نفس التشبع، بس كده. المفروض ان الترياك ده ما يقس بين الجيت والتي 2 خالص، ولا التي 1 مع التي 2. طيب خلينا نشتغل عملي. انا هنا هجيب الافو على وضع الدايت، نيس هنا الجيت. طبعا لو جبت ده شيت هيقول لك ان هنا الجيت، ده تي الكومان، ده الاوت. هنبدأ نحط الطرف الأسود، أنت ممكن تحط الأحمر، بس أنا دايما بحط إيه أساسيات يعني عشان نبدأ منها ما نتلخبطش. هنحط الأسود على الجيت والأحمر على الكومن، هيدينا تشبع دايت. هنيجي نعكس هيدينا تقريبا نفس التشبع. ما اديناهاش نفس التشبع، لا ادانا بس أعلى شوية. سليم. طيب أنت كده قست صح؟ مش عارف. طيب خلينا نعمل حاجة، هنفك الترياك ده خالص. الـ ECS 1086 هنقيسه كده، طلعه بره. ركز بقى معايا عشان الخطوات دي مهمة جدا. طيب هنحط هنا السالب، هنحط هنا السالب، هنا الموجب، هيدينا تشبع. جميل، هنيجي نعكس. اداني ايه؟ اداني اوبن. طيب ركز بقى ان اي ترياك تاني هنقيسه هيديك تشبع في الاتجاهين. طب اشمعنى؟ عشان الاي سي اس مختلف عن اي ترياك من الترياكات اللي موجوده في المجال بتاعنا. الاي سي اس جواه بوابه تانيه، طبعا لما ناخد دوائر التنفيذ هتفهم يعني ايه ليه الترياك ده جواه بوابه. بس خليك كده حافظ ان الترياك الاي سي اس بيقيس في تشبع واحد، ولما بتيجي تقلب الاقطاب ما بيقيس. يعني ايه؟ يعني لما تحط السالب هنا والاحمر هنا هيديك تشبع، لما تيجي تعكس، لما تيجي تعكس مش هيديك اي حاجه. طيب خد كمان بقى ملحوظه مني، الترياك الاي سي اس ده خارج الدايره بيقيس ما بين الجيت والاوت. هنيجي نقلب مش هيديك. طيب جميل، الاي سي اس ده تحس ان هو لما تيجي تاخد الترانزستور هتحس ان هو ترانزستور، بس هو مش ترانزستور، هو جواه عنصر تاني غير الاتنين سيرستور، عشان كده تحس ان هو اي سي. هو فعلا اي سي، حتى هو كاتب لك ان هو ممكن يكون اي سي، لان اي مكون مضاف ليه مكون تاني فهو اي سي. مضاف ليه بوابة صغيرة، البوابة دي هم يعني في الداتا شيت هم رسمينها، انا طبعا في دوري التنفيذ هفهمها لكم اكتر.
طيب خليك حافظ ان الاي سي اس دايما مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه تانية. الاي سي اس 1086 و1026 دول يا شباب بيتقاسوا بنفس الطريقه، ان انت تحط طرف الاسود على الجيت والاحمر على الكومن اللي هو ده التي 1 او اي 1، والاوت هيدينا تشبع ضيق. لو جيت عكست مش هيديك اي تشبع، كده القياس الصحيح للترياج. طيب جميل، خلينا ناخد ترياج تاني وهو البي سي ار، لا البي تي بي. ده هنا بي تي بي بي تي بي او بي تي ايه، هنشوف هنشوف. طبعا هو مش باين قوي عشان الاضاءه عاليه. بي تي بي 16 هنحاول نشوف. هو عموما بي تي بي 16 تمام. بي تي بي صدقوني بقى، صدقوني بي تي بي 16. طيب بي تي بي 16 انا حافظ طبعا الجيت بتاعته فين. الجيت هنا، تي 1 هنا، تي 2 هنا اللي هو خارج اللي رايح حتى للضفير. طيب هنيجي نقيس، هنحط برضو السالب على البوابة، هيقيس هنا ما بين تي 1 وما بين تي 2، هيقيس تشبع قليل 78 من 1000 ملي فولت، قليل جدا. طيب ما بين الجيت وما بين التي 2 مش هيقيس حاجة، ما بين تي 2 تي 1 وتي 2 مش هيقيس اي حاجه، ولو عكست برضو مش هيقيس اي حاجه. كده القياس بتاعه سليم. خد بالك ان التشبع ده لما بيقل، يعني انا كتير قوي في البي تي بي والبي تي اي لان دول اكتر تشبعات بتبقى قليله، التشبع ده لما بيقل ل 50 او 40 الترياك ساعات كتير جدا بيبقى بايظ. طيب يبقى القياس الترياك البي تي اي والبي تي بي دايما بيقيسوا بنفس القياس ده، قياس تشبع قليل جدا، تحس ان هو ترياك بايظ، بس هو ما بيبقاش بايظ، هو بيديك في رينج 77 من 1000 او 66. طيب هنيجي نعكس، مفيش هنا، مفيش. طيب جميل، يبقى هنا ده بالنسبه لنا البي تي اي والبي تي بي ليهم قياس لوحدهم، التشبع بتاعهم قليل. الاي سي اس طبعا خدنا القياس بتاعه، اي سي اس ال 10 86. تعالى هنا بقى للاي سي اس ال 10 26 اللي هو شبه الاي سي، مش عايزك تتخض منه خالص، سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. وينك يا شيخ؟ اهو العشرة اي سي اس 10 26. طيب لو جبت الداتا شيت برضو هتلاقي ان ليه دليل، الدليل بتاعه اهو، بعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، ده سويتش لاين اي سي ترياك مشهور جدا. رقم 1 نو كونكت، 2 اوت، ده اللي رايح للضفيرة، اللي رايح يشغل لك الحاجة الميكانيزمية. 3 نو كونكت، 4 نو كونكت، 5 نو كونكت، لا سوري 5 بوابة، 6 و7 دول الكومن اللي داخل عليهم الكهرباء، 8 نو كونكت. يعني انت كل اللي شغال معاك ادي 1 2 3 4، ودول كده يعتبروا واحد اصلا، الاثنين دول بواحد، يبقى كده انت معاك 3 اطراف هم. طيب هنيجي نقيس كده 7 6 و7، هنلاقيهم شورت اصلا مع بعض. طيب هنقيس بنفس الطريقة اللي أنا اتعودت أقيسها، هنحط الجيت هنا والتي 1 هنا، هيديك تشبع دايت. لو جيت عكست هيديك طبعا عشان في الدايرة مديك تشبع. هنقيس تاني، هنحط ده كده هنا، هيدينا تشبع، هيدينا تشبع. هنيجي نقيس بالعكس، هيدينا التشبع اللي هو عالي علشان طبعا هو في الدايره، لكن لما يطلع هيقيس زي الاي سي اس ال 10 86 بالظبط. هنقيس تاني، جميل، هنعكس، هدينا تشبع عالي. طيب لو جينا حطينا هنا ال تي 1 اللي هو الكومان مع الاوت في الدايره مش هيقيس، لو خرجنا الترياج ده بره الدايره زي ما انا هعمل دلوقتي هيقيس، عشان تبقى عارف، عشان لما يجي لك الاي سي اس ده بره انت ما تتلخبطش وتفتكر ان هو بايظ، لا هو سليم 100%، هو بيقيس ما بين الجيت والكومن دايت، ويقيس ما بين الجيت والاوت دايت، لكن لو عكست مش هيقيس. عندنا طلعناه بره، هنبدأ نشوف كده كلامنا صح ولا في مشكلة. هنقيس كده،
هيدينا تشبع اهو زي ما انا قلت، هنا هيدينا تشبع. لو جيت عكست ما يديلكش حاجة خالص، الناحية التانية مش هيديك اي حاجة خالص. ده قياس الاي سي اس، الاي سي اس المشهور جدا، العشرة ستة وعشرين والعشرة ستة وتمانين والبي تي بي. البي تي بي هي البي تي اي. تعال ناخد حاجة تانية، تعال ناخد حاجة هنا تانية، وهي تي واحد تلاتة ستة. طيب ايا كان، هو الترياك ده تقريبا شبه البي سي ار كده في القياس، اللي هو هيديك تشبع دايود شبه بعض من ناحيتين. هنيجي نقيس ده طبعا تي 1 ودي الجيت، من عن طريق الداتا شيت برضو بنعرف هيديك تشبع، والناحية التانية هيديك نفس التشبع. لو جينا حطينا الطرف الجيت مع الاوت مش هيقيس، ولو جينا حطينا الطرف التي 1 مع تي 2 برضو مش هيقيس، ولو عكسنا برضو مش هيقيس. اي حاجة تانية هيبقى بايظ. طيب نكتشف ايه من هنا؟ نكتشف ان الترياك الاي سي اس، عائلة الاي سي اس وعائلة البي تي اي والبي تي بي واي عيلة تانية تجيلك، فهم بيقيسوا قياسات مختلفة. يعني انت كده عندك ثلاث قياسات من قياسات الترياك. طب خلينا نقيس حاجة تانية اهو، ده نفس الترياك ده، ده نفس الترياك ده، هنقيس ده كده تاني. هنقيس كده هيديك تشبع، لو عكست هيديك نفس التشبع. لو جيت عكست ده هنا هنا ده هنا وهنا، هو نفس الكلام برضو مش هيديك اي حاجة. وهو حتى هنا كاتب عليه جيت، هو هنا البوردة دي معرفك ان هو بوابة، ان الطرف ده البوابة، هو كاتب هنا جيت تي 1. طبعا البورده دي بتسهل لك الموضوع شويه ان انت تبدا تقيس. انا طبعا قست ما بين جيت وتي 1، اداني تشبع، عكست اداني تشبع. اي طرف من دول ما ينفعش يقيس مع ده في ان انت تعكس او تبدل الاطراف. طبعا دي عيله ثالثه، يعني انا بقسمهم حتى في التريكات بقسمها لثلاث عيلات، البي تي اي والبي تي اي بي بتوع المواتير بيقيسوا طبعا تشبع قليل جدا. الاي سي اس عرفنا هو بيتقاس ازاي، والبي سي ار بقى واي رقم تاني هيديك تشبع من الناحيتين يبقى سليم. وطبعا في دوائر التنفيذ هنفهم اكتر واكتر واكتر.